الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إن أخذه أليم
في الجنة خالدين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة ذلك ذكر
من رحم ربك ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل وجاءك في هذه الحق وذكرى وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما